بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ان شاء الله الفيديو دردشة شوية حوالين معجون العربيات، ازاي نختار علبة المعجون المناسبة لنوع المعدن بتاع العربية، نخلطها ازاي، كمية المصلب ازاي، المعجونة بتفضل سهلة في السحب، المفروض تقعد قد ايه عبال ما تنشف، ازاي ما نخليهاش تنشف. ومعلش الفيديو يعني طويل شوية بصراحة، لاننا خرجنا عن الموضوع ده ودخلنا في مواضيع تانية، عدنا نتكلم في انواع دهانات تانية وشوية اجتهادات حوالين المعجون برضك، والمفروض نعمل ايه، والدعم الفني بيقول ايه في الموضوع ده. فممكن تكتفي انت لو الموضوع يهمك حوالين المعجون، تقريبا هيكون اول بتاع 7-8 دقايق او حاجة، هم دول اللي بنتكلم فيهم عن المعجون وازاي نختاره وسحبه وخلطه والكلام ده، والباقي كله دردشة بقى بصراحة للي حابب يعني يكمل معانا الفيديو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة بتيجي حوالين معجون العربيات، يعني المعجونة ازاي بتفضل معانا طرية أطول فترة وإحنا بنمعجن، والطبيعي أصلا تفضل طرية معانا قبل ما تشك بقد إيه، علبة المعجون بنلاقيها بتنشف معانا في الحواف، ازاي أختار علبة المعجون والكلام ده. بصوا يا رجالة، يعني مثلا معانا علبة المعجون دي بتاعت كروماكس، احنا معانا السطح اللي بنشوف السطح اللي العربيه دي ايه، هل العربيه دي حديد ولا المونيا ولا حديد مجلفن، وعلى اساس الكلام ده بنبدا نختار المعجونه. انا دلوقتي معايا السطح بتاعي، الصاج بتاع العربيه ده صاج مجلفن، المعجونه دي النشره الفنيه بتاعتها ان هي معجونه يعني بتنزل على اغلب المعادن، بتنزل معاك على مجلفن، بتنزل معاك على حديد، بتنزل معاك على الألمونيا، في معجونة تانية بتنزل للألمونيا هتلاقي رقمها 769 أو 774 في كروماكس، لكن دي عايز تمعجن بيها هتمعجن على المجلفة. فأنا على أساس المعدن بتاعي بختار إيه نوع المعجونة. فأنا رحت للراجل، عرفت النشرة الفنية بتاعتها اللي بتعرفها من على النت، بتاخد الكود ده وتكتبه على محرك البحث في جوجل أو أي محرك بحث، وتبدأ اللي أنت هيطلع لك النشرة الفنية بتاعته ده كده للحديد والمجلفن. طب انا معايا المونيا، هجيب اللي هي 69 او المعليه تقريبا 74 مش فاكر رقمها، او في معجونه لو انت شغال باكزالتا، في معجونه اسمها دي اكس 80 بتاعت ديكسون، دي بتتمعجن على الالمونيا والمجلفن والحديد وكل حاجه. طيب اخترنا علبه المعجون صح للمعدن بتاعي ده. اول ما علبه المعجون بتيجي احيانا بتدوس كده بتلاقي في سائل نزل كده، تقوم جايب دي قافل ده كده اهو، تقفل ده وتقعد تدوس كده وترجها، ما ترميش السائل ده، دي هي كلها تركيبه كيميائيه تقلبه في قلب بعضه. هتلاقيها تيجي تدوس كده هتلاقي المرهم طالع معاك زي الفل زي ده كده اهو، تمام. طيب فتحنا علبه المعجون، علبه المعجون نفتحها ازاي؟ لما اخذ امسك كده يا صاحبي اهو، انا علبه المعجون معايا هي مقفوله، العلبه دي انا لسه واخد منها على فكره، يعني انا ما معجن منها واخد منها الحته دي انا واخدها. علبه المعجون بنفتحها ازاي؟ بنعمل كده اهو، نعمل كده، ما اقعدش ديب 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 طخ ونطبق فين؟ في ده، ليه؟ دي لو اتطبقت انت لو جيت قفلتها بعد كده هيدخل لها هواء. فانت بتفتح علبه المعجون كده اهو، اتفتحت معانا، انا معايا اللي هو الريزن ده او الماده دي على الوش كده اهو، بنعمل ايه؟ بنجيب ده كله على بعضه كده اهو، بسم الله، ارفع شويه الكاميرا لفوق يا صاحبي. اهو، نجيب كل ده على بعضه كده اهو. ونمسك ده نخلطه في قلب بعضه، شايفين الماده اللي عامله زي العسل او زي الورنيش ده، اخلطه في بعضه كله كده اهو، تخلطها ميكس في بعضها كده. طب انا معايا علبه المعجون ما فيهاش اللي هو الماده دي، اشتغل على طول مش لازم تقلبها عادي، بس انت معاك الماده دي اخلطها ببعضها كده اهو. كنا كلمنا قبل كده الدعم الفني في النقطه دي، زود الماده دي قال كترها بيخلي المعجونه بيكسرها بعد كده وبيعمل فيها مشاكل، فهي محطوطه بنسبه معينه عشان خاطر في ناس بتقول المعجونه معانا بتحتاج تينر والكلام ده، المعجونه معاك محتاجه تينر، يبقى المعجونه نفسها العلبه اخضر رطوبه وبيضه، رجعها للراجل تاني وخد علبه مكانها. بص علبه المعجون اي اصلا، بص جاي عامله ازاي اهي، سهله كده اهو، وتقلب كده اهوت، تقلب، بص علبه المعجون، بص تقلب كده اهو، ما تقعدش تقلب كده عشان ما تدخلش فيها هواء اهو كده اهو اهو، تقطعها تقطيع كده اهو، تقطيع كده اهو، اتقلبت معانا والحمد لله الامور زي الفل تمام. الطبيعي الكلام ده يعني ايه بشكل عام، لكن ممكن معجونه تكون مختلفه عن كده، ممكن بناخد المعجون مثلا انا ال 100 جرام، يعني لو ناخد بالنا هنا كده اهو، بصوا كاتب لك ايه
من 2-3% اللي هو الهاردينر اللي هو المصلب بتاعها ده. المفروض ان انا اخد حته 100 جرام بتاخد 2 جرام او 3 جرام مصلب. ناخد حته المعجون كده اهو، هنفرض يعني مثلا اهو نقوم مديانها ايه قيمه تقريبيه كده اهو حوالي 2 او 3 جرام من المصلب ونخلطهم ببعض. وفي كمان شركات تقول لك خلي المصلب كده اهو ما تحطوش عليه معجون. ليه؟ ممكن وانت بتعمل حاجه كده واحد يقول لك تعال زق معايا عربيه، تعال نروح نعمل حاجه، يبقى انت ايه ما ما ما, ما بوظش حته الكلام. مش ضروري ومش مهم، ولكن خلي بالك لو انت ده سؤال، ده ممكن تاخد عليه درجه لو انت بتخش استبات او حاجه، دي ممكن تاخد عليها درجه. يقول لك المعجون تحطه فين، ممكن هو يكون شغال تبع السيستم اللي يقول لك حطها جنبها. وانت مع الوقت هتعرف تقدر، هتعرف هي 2 أو 3%. عندك ميزان درب نفسك مره واثنين، هتلاقي نفسك عرفت النسبه التقريبيه وتخلطهم ببعضهم وتبدا اللي انت تشتغل. هتشتغل تحت مروحه المعجونه هتنشف معاك وهتشك، هتشتغل في جو حر المعجونه هتنشف معاك وهتشك في وقت اسرع، لان هو الطبيعي حته المعجونه دي المفروض تقعد 4 أو 5 دقايق قبل ما تبدا تشك، وتختلف حسب درجه حراره ايه الجو المحيط بيه. كل عنده اي اضافه يسيبها في التعليقات. انت اشتغلت بنوع معجونه بتقعد فتره اطول، ممكن حد يكون اشتغل بنوع معجونه بتاخد ماده بدل ما بتقعد 5 دقايق تقعد 10 دقايق. وفي مواد، في مواد بتتباع للمعجون البوليستر ده حاجه زي العسل كده بتتحط على المعجون بتلينه شويه، بس دي حاجه موصفه كيميائيا، مش اي حد بيحط تينر اوعى تحط تينر او الكلام ده بي بي بيتلف المعجونه وبيعمل فيها مشاكل. وتبدا اللي انت تسحب هتتسحب معاك مفيش امل. الفيديو هتعامل بقى للسحب ان شاء الله هتلاقوها في الوصف والتعليق المثبت بتاع الفيديو ده، واللي عنده اضافه يسيبها في التعليق. حابب تقول حاجه عشان تحط المعجونه بتحط عم هشام؟ بس كده يا رجاله ان شاء الله هتشتغل على الخطوات دي. افتح علبه المعجون صح، صح، اختار علبه المعجون المناسبه للمعدن اللي معاك صح، حط المقادير صح، ما تقعدش تحط ولا تينر ولا فيلر ولا بوهيه ولا الكلام ده، اشتغل بطبيعتها ناشفه رجعها، رجعها للراجل على طول يديك علبه مكانها، يا اما تشوف شركه ثانيه بقى. بس ما انت كل دون لسمعتك انت بعد كده هتقعد تحط عشان تشغل مره تيجي بعد يقول لك المعجون طقطق، المعجون نمل، المعجونه بتخس بسبب التينر اتبخرت مش عارف ايه كلام من ده. بس كده بنأكد اللي عنده اضافه برضو يسيبها في التعليقات. طب ماشي، بصوا كده يا رجاله في اسئله جت معانا في الفيديو اللي هي قول كده يا استاذ مختار ايه قصدك ايه؟ معلش المعجونه مالهاش دعوه خالص بموضوع الزيت اللي على الوش، حتى لو هي ما عليهاش الزيت اشتغل بيه على طول، اشتغل بيه طبيعي. ايوه ماشي عادي. انا بقول لك لو هي المعجونه ما عليهاش اللي هو الريزن بتاعها ده وناشفه رجعها، ايه اللي يخلينا نشتغل بعلبه معجون بايظه انا محتاج احط لها؟ وطول ما هي اصلا تتقلب كده هي ممكن تنشف اصلا. طب ما انا محتاج اقلب ال لا اللي انت عملته ده ممكن ينشف اصلا. ينشف ازاي؟ ممكن ينشف، انا طالما هي ما عليهاش سائل كتير من على الوش انا اسيب السائل ده على الوش طوالي المعجون عمرها ما تنشف. ممكن بس ممكن اللي بيتكلم فيه المستر ممكن، بس بصراحه الكلام ده اتقال لنا من قلب المعمل نفسه بتاع لا المعجون. لا المعمل ده لا 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 مفيش الكلام ده، ما اعرفش. انا اسيب السائل لو هو مهدر معايا كتير اقلبه، مش مهدر معايا كتير وعلى الوش اسيبه وانا باخد قطعه قطعه وانا شغال. ماشي ممكن كده. ادي اهو المعجون هو نازل مع الوسط عشان هو بص يا استاذ مختار، لما كنا في الدوره اخر مره قال لك الماده اللي على الوش دي انت فتحت علبه المعجون قلبها كلها ببعضها. طب انا معايا علبه المعجون ما فيهاش الماده دي والمعجونه طريه وسهله معايا وقابله للشغل اشتغل عادي على طول، لكن انا المعجونه معايا ناشفه وما فيهاش المذيب بتاعها ده ومش عارف انا عايمها بايه اروح ارجعها للبيع على طول. ده اللي هم قالوا لي، لكن ما قالوش دون خليه على الوش او كده. ده هم ده حتى سالته بقول له طب ما تبيعوا لنا الريزن ده او الماده ديت في ازاز كده او حاجه، قال لك ما ينفعش لانه كتره غلط ممكن يكسر المعجونه. فمعنى ان انا لو خدت منه حته خدته على الوش ده ممكن يبقى كتير يبقى صعب. كتره بيعمل ايه؟ بيلزق كده، بيلزق بيبوظ الصنفر. بلا جدع تمام كده. فانا هخليه على الوش. القرص ليه بيتصفر احنا جاف في المعجونه دي ماشي وبتبقى كويسه غير الكبسه. غير الكبسه الايه الايه بيلبق. ايوه بيلزق اي قرص صنفره بيبوظه، يعني الكبسي ماشي ضعيف ما بتتبعش تصنفر زي ما احنا شغالين هنا. لا بتصنفر لازم تسيبها فتره جامده ساعتها. لا غير دي
اسمع مني. ممكن انت كنت اشتغلت بعلبة حد حاطط عليها تنر، بس فعلا عم شمل انا عن نفسي اشتغلت بسيستم كبسي كامل كله جاف، صنفرت معجون وبرايمر وكله جاي بامانه. لا. عم هشام فعلا وكان شغال زي الفل ومفيش مشاكل. لا يبقى حد، يبقى انت حد كان المنتج، المنتج نفسه فيه مشكله او حط عليه تينر او حاجه. بس فعلا وفي فيديوهات مرفوعه على القناه يا ابني سيستم كامل كبس صحيح، صنفرت معجون كبس وصنفرت فيلر كبس وكله عم جاي ورش وكورنيش وكله يا عم ماشي. فعلا عم هشام بيبقى فيه مشكله اللي بيقول لك معجونه بتخس او 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 بتخس، بيبقى هو حاطط حاجه خطا. بس ما يا عم لما كنا في الدوره والله مش اخر مره بتاع الكبس دي حطوا، جابوا جميع انواع المعجون، جاب لك الالومنيا والمجلفن والفوم واللايت والمش عارف. وعلى فكره في حاجه ثانيه واشتغلت ولا كان في اي حاجه؟ انا اي معجون بشتغل فيه على طمان. ايه يعني عارف اقول لك حاجه كمان؟ كانوا بيقولوا قلبوا علبه المعجون كده اهو تقطيع كده اهو، ما تقعدش تدخل فيها الا يفرق يعني كده. انت بص بتسحب المعجونه بتقلبها، انما لما بتقعد تقلب دوال كده اهو بيقول لك بتدخل هواء جوه المعجون تخليها تعبي هواء. مفيش الكلام ده، انت قلبتها كده صح؟ اي وساعات وساعات بقلبها كده يعني بقلبها كده عادي. برضه انت قلبتها اقفلها اقفلها وتعال اشتغل بقى بكره. امسك كده هتلاقيها ناشفه ديت. عارف ايه اللي بيحصل؟ ليه بقى؟ هقول لك انا عشان انت خدت اصلا الماده بتاعت اللي كانت على الوش بتاعت المعجونه، المفروض تاخد قطعه من هنا زي ما انت شغال طالما على السائل كتير. مش انت قلبت الماده؟ ماشي ماشي يا صاحبي يابا. مش انت قلبت الماده؟ ماشي؟ خلاص المعجونه دي تنشف، لازم تخلصها النهارده. دي بكره تنشف؟ بكره دي تلاقي نشفت عاوزه تتخف. وقفلها يا باشا. قلبتها؟ ممكن يا ابني ممكن والله يا عم ماشي، ما احنا هنجرب اهو. طب اسمع مني اللي حصل. بكره هتيجي تلاقي كده؟ طب اقول لك، عارف بكره هتلاقي كمان؟ هتلاقي الريزن طلع تاني على الوش وعمل. بكلم ده حصل معايا في علبه معجون قبل كده صحيح؟ اقفلها على كده، مش تقلبتها سكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا اهو صح كده؟ سكينه. امسك كده اهو، مش هي سكينه في الحلاوه زي كده؟ صح كده يا اسطى؟ اقفلها وبكره تعالى اشتغل بيها، لو لقيتها على وضعها كده اديك اللي انت عاوزه. يا عم لو في حاجه مش بتاعتي انا مالي؟ علبه هو بيقول مصنعات. انا بقول الدعم الفني بيقول، ولا هو كلامي ولا هو. مين الدعم الفني ده؟ اللي هو مسؤول المورد اللي بيجيب لك المنتجات ديت، اللي بيصنعها. اللي بيصنع يا باشا، احنا مالنا مال اللي بيصنعها؟ اللي بيصنعها دي بيحط شيء يا عم هشام بيعمل لي منتج، لكن طريقه الشغل ده ملوش دعوه بيها. هو احنا كده هو احنا كده طريقه الشغل، طريقه الشغل هو ملوش دعوه بيها. هو بص ماشي. صنع عندك منتج زي ده كده، اتعامل انت معاه. انا هو منتج اللي هو راجل كيميائي. انت مالك؟ هو صنع عندك علبه زي دي. انت تنفع تسيحها، العب فيها كسرها. انت كده وصل لك كده يعني ايه الغلط بس. اللي احنا قلناه عشان ما ننتوش برضه، عشان الناس ما تفهمش الفكره. يعني موضوع اللي انت تجيب علبه وتلاقي ما عليهاش مثلا الوش الزيت بتاعها دوت ترجعها للراجل تاني والكلام ده كله. يا عم هشام يا عم هشام، في ناس في التعليقات بتقول انا بجيب علبه المعجون ولا بلاها عليها الرزم بتاعها ده ونشفه جامده. مش جات لنا فتره العلبه دي؟ العلبه دي الماده فيها كتير، عامله ايه على الوش؟ العلبه دي جت العلبه دي لما كنا بنرجعها يا عم هشام كان بيحصل فيها ايه؟ الرزم اللي فوق ده كان زياده، كان بينشف وش المعجون، كان بيعمل الكتل اللي احنا كنا بنشوفها دي. هتلاقي المعجون ده بقاله كتير بقى. لا ماشي، ما هي الماده كتير. لا هم قالوا فعلا الماده دي بتصلي بالمعجون يا عم هشام، بتبقى الماده كتير. اصل كانت بتقابلني بالكبسي الماده، على فكره بالكبسي اللي على الوش بيبقى ازيد من دي بكتير، بتلاقي فيها كلافيع من على الوش كده عشان الماده زياده. اصل انا قابلتني كتير. طيب لما كنا بنشيل الوش ده كله ونرميه، لا لا عبوات جديده وصلاحيات جديده ماشي، بس تلاقي الماده طول ما في كتره يا عم هشام بتنشف زي الوحيده الورنيش كده مع الوش كلها. احنا كان بيقابلنا في العلبه كتاب طوالي نشيل الوش كده بالسكينه ونرميه، يا اما الصلاحيه اللي هي، لا اما الماده زياده، يا اما تنفيذ خطا ماشي، الماده زياده، يا اما في حاجه الماده ما هي الماده يا عم هشام. دي اللي انا وصلت له، التخزين وحاجات جديده، ان الماده ما يكون زياده والحاجه تفضل مركونه بتعمل الكلام ده كله يا عم هشام، بتبوظ وش المعجون من فوق. احنا كنا اي علبه كنا بنجيبها بالسكينه يا عم هشام ونروح شايلين الوش بتاع المعجون ورميه وشغالين، اي علبه بتاع كبسه
في علب كبسي كنا نفتحها ما لقيتش فيها مادة خالص. ده بيبقى ممكن تاجر خزن المعجون ده عنده قال لك السعر هيرفع مش عارف ايه. ما كتر المادة يا احمد انت ما دي عجبانة ليه؟ ان هي اصلا ما بتلبسش معايا. لو هتمعج الحته دلوقتي هتصبرها المكنه بتصبر. في وقتها ممكن ترمي السكينه وتصبرها. يعني انت دلوقتي بتقول انا لو جالي المعجون دي عليها الماده اللي أفضل. على الوش دي ما اخلطهاش. لا ما اخلطهاش طول ما هي مش حاجه عاليه ما اخلطهاش زي دي. ممكن انا احنا بصراحه رجاله بننقل الكلام دوت من الدعم الفني ممكن بقى يكون ال افتح بقى يا اسطى. شايف الماده دي؟ كانت زي بتاعتك. انا بشتغل ازاي؟ باخد منها طول ما الماده عليها كده من فوق طول عمري هفضل اشتغل بيها ماشي. دي كلها بص طريقه احط ايدي عليها بص اهي بص انا باخد طول الماده ضعيفه كده على الوش كده العصب ده فاهمني. انا بشتغل بيها عادي باخد منه قطع 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 كده لغايه ما العلبه تخلص. فاهمني ماشي. بس لكن دي ما قلبهاش. العلبه دي الوحيده اللي بتقلبش غير الكبسه. المعجونه دي صلبه وما بتخسش اسمعني بس. ايوه والتنر ما بيعملش فيها اي حاجه غير الكبسه. ليه بقى؟ الكبسي المعجونه بتاعتهم ضعيفه او اما التنر بيتحط عليها بيضعف المعجونه اصلا. طب ما هي معجونه التنر حطها لا لا المعجونه دي لا. ليه بقى؟ اللي يدلك على كده اما المعجونه دي بتنشف تاخد فخور العربيه يا ابني ماشي. حته المعجونه بتخسش يا 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 مختار. احنا عايزين نفرق ما بين حاجه بنعملها وما بنلاقيش منها مشاكل وما بين الشغل الدعم الفني. تمام. الدعم الفني انت بتعمل فيديو على ايه؟ انت عن, 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 عن المعجون وعلى لا عن المعجونه دي يا جدعان عايزين ناكد التنر على المعجون غلط. احنا ممكن يكون ان يعني حد بيعملها والامور ماشيه معاه لكن مش معنى كده ان هي صح عشان من الناس. تمام ماشي ماشي ما قلتلكش حاجه بس طول ما العلبه جديده فاهمني هتشتغل معاك 100%. يا عم انا انت لو تاخد بالك في اول الفيديو انا كنت شغال بالعلبه كنت واخد حته معجون كده بدون ما اخلطها والامور معايا تمام. لكن الشركه نفسها المصنعه قالت ايه اول ما علبه المعجون دي تتفتح؟ قال لك اخلط علبه المعجون دي بالشكل ده بالرزق واشتغل. فاتحها من يوم الحد اللي فات العلبه زمائيه انا جبت لك زمائيه واخد منها اهو. انت قصدك ما نعملش كده عشان دي ما تنشفش؟ لا لا المفروض دي لا. لو عملناها كده اهو دي هتفضل ناشفه كده لا ولا يحصل فيها اي حاجه. الوش اللي انت قلبته هيجف. هيجف خلال قد ايه؟ هيجف خلاص اشتقفلتها كويس عيننا في الدولاب بكره. انت شفت قلبتها السكينه في الحلقه يا عم ده نستنى عليها بكره يعني؟ بكره يا باشا مش هتقلب كده. بكره مش هتقلب كده. لو حصل انت بتقول عليه ده ونشفت ارجع على طول للمورد او لا ملوش دعوه. طب ما هو اللي قال لي اعمل كده. ليه ما وصل لك؟ مين اللي قال لك تعمل كده؟ هو اللي مصنعها. يا عم هشام بص مش دي معجونه بتاعتي؟ هي المفروض دي كده يا عم هشام. انا دلوقتي قلبتها وقفلتها. المفروض اجي بكره الاقيها ناشفه. يا عم احمد طب بعد اسبوع اجي الاقيها ناشفه. بتجف. مش انت قلبتها هتجف. تجف يا عم بص يا عم هشام انا شغال اهو. بص الماده الخفيفه دي يا عم هشام عمري ما بقلبها على المعجون. بفضل اسيبها على الوش كده واقعد اخرط واخرط 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 مش شغال. ما بخفش بالتنور اهو فاهمني؟ طول ما الماده الخفيفه دي اللي على الوش دي وانا باخد بالسكينه طوال لغايه ما اخلصها عمرها ما بيحصلهاش حاجه. وانا بعمل كده برضه يا عم هشام ولا اي حاجه في اي وقت. ده العلبه دي من يوم الحد انا فتحتها له دلوقتي بالصدفه اهو زي ما هي يا عم هشام. وصل لك كده؟ انا بقعد اخرج منها طول ما هو ده خفيف يا احمد كده على الوش ماشي بسيبه. في علب يا احمد بتيجي تفتح الغطا ده اهو شايف الشويه اللي فاضلين دول بتبقى مليانه ماده يا عم هشام. هو خلط كله ببعضه كده عادي. لا ما هو ده الوش ده جاف. لا لا جاف بس اهم حاجه قبل ما تحل. لا جاف وانت زي ما انت عادي تاخد نمت الريزل على قد حته المعجون يعني. انا شغال هو الريزل اللي انت بتتكلم عليها الزيت اللي فوق ده الريزل ده فاهمني انا باخده اصلا هو في المعجونه نفسها مش شرط ان انا اقلب العلبه كلها هو في موجود في المعجون يا عم هشام. ما هو الريزل ده كله طالع منين؟ من المعجونه من الزياده اللي طالعه بالمعجون. يعني انت بقى ما تقلب يا احمد انت بتقول لي ايه ممكن اجي بكره الاقي على الوش انا مش عارف هي حاجه طالعه من المعجونه ولا حاجه هم حاطينها كل المعجون الشرب
يا عم هشام ده اللي فاضل يطلع منه. ده خلاص خد حقه وده اللي فاضل منه. مش اللي هو حاطينه شفت حبيب فوق. يا عم هشام اصل هو مش حاطط شفت حبيب فوق. انا مش عارف بصراحه. انا هو عارف المختار اللي اصلا التركيبه دي اصلا التركيبه يا احمد كده شامل المعجونه. بص بص حتى يا عم هشام بص كده بص التركيبه حتى لو بصيت على المعجونه يا عم هشام بتلمع اهي. يا عم هشام هو عارف المعجونه اتشربت الماده. بص كل ما المعجونه بتلمع كده هي اصلا كلها ماده هي اتشربت وبيفيد هنا اللي بيطلع فوق هنا الزياده اللي بتطلع من المعجونه كلها تمام كده. لكن طول ما المعجونه بتلمع كده بص كده هي كده تمام. هات المعجونه الكبسي هتلاقي دي جافه. يا احمد لما لقيت كله بقى بعضه هو صح برضه بس هو مش هيجف. هو كده مش صح. هو كده صح وكده صح. انا بشتغل انا بمسك. انت لو خدت بالك في اول الفيديو انا كنت واخد حته على الوضع ده وبشتغل زي مختار كده اهو. بس انا دلوقتي بتاع المعمل لما جه اتكلم معانا قال لنا يا جدعان علبه المعجونه تفتحوها كده ولو لقيتوا الماده دي السائله او المذيب بتاعها ده على الوش هتبدا تخلط علبه المعجون بالشكل ده وتشتغل. لا. ولو علبه المصلب الناس اللي بتاعت تفضل منها الاول قال لك برضك لا. هو كله كده كده في ماده. هو خد مادته. هو علبه اصلا شربت الماده. ما هو الخبير مش حاطط لك ايه بعد ما حط المعجون حاطط لك شويه زيت كده على الوش. لا ده دي خلطه وفضلك في العلبه وقفلها لك. هي الزياده بتاعها طلع. الزياده طلع يا عم هشام على الوش. ما هو مش عبيط. هو بعد ما عمل لك المعجونه راح حاطط لك شويه. فاهمني؟ دي خامه المعجونه تمام كده. طب ما ممكن يا ابني المعجونه تنزل برضه يكون محتاج ان هو يتخلط ينشف او حاجه. لا لا هي بتنزل يا احمد بتملى العلبه زي مسدس زي ده علبه اللبن بيكبسها لك معجون فاهمني وراح قافلها لك. يعني مش الحاجات دي كلها بتطلع دي طالعه زياده من المعجونه اللي جوه العلبه مش اللي هي العلبه عاوز تقلب عشان الزيت طالع يعني منه. يعني في حته ما خدتش رجل وفي حته خدت لا ما فيش الكلام ده. يعني كده انت هو كبس لك العلبه. يعني كل ده طالع من المعجونه. طب عارف يا عم هشام المعجونه دي هتيجي على اخر النهار ان شاء الله او بكره الصبح هتلاقيها برضك عملت ال طب قول لنفسك بقى تلاقيها طلعت. يبقى انت المعجونه الاساسيه اصلا فيها كده هي وضعها كده. يعني انا مش متاكد بصراحه هي تركيبتها ايه. يعني بص يا خلاص اما تخلص كده بص يا احمد هو نجيب نعمل لها. بص يا عم هشام انا طول ما انت قلت سيبها يا عم هشام لما تيجي تمعجن المره الجايه بص عليها شوف يا عم هشام هيلمع هيمعجن عادي طول ما المعجونه بص هي بتلمع كده. ايوه يبقى كويس زيتها كويس الماده هي يا عم هشام هي بتلمع. ايوه بتطفي. لا بتطفي. انا علب المعجون اللي بقلبها بلاقي الزياده بيطلع تاني عادي تمام وبشتغل على كده مش مشكله. بص يا احمد ده بيلمع ازاي؟ شال معجونه بتلمع ايه؟ هات المعجونه الكبسه وقلبها هتلاقي الوش ده جاف يا عم هشام جاف اصلا. المعجونه نفسها جاف من غير ما تحط نار بقى. شوف دي عشان المعجونه دي ما بتخسش يا عم هشام. طول ما فيها لمعان كده يا عم هشام المعجونه دي عمرها ما تخس. واللي يدل لك على كده يا عم هشام اللي احنا اصلا بنمحر في حتت واطيه جدا وما بيديش فايبر زي معجون الكبسه. طب حط معجون الكبسي هات حتتين واطيين زي اللي احنا بنمحر فيهم كل دول وحط معجون على طول وريني هتملى معاك ازاي. ولو ملت معاك وانت بتصبرها تيجي تحط ايدك عليها هتلاقيها واطيه تمام كده. لازم تديله فايبر الاول. ده الكلام ده احنا محتاجين نجربه عملي. انا هجيب ان شاء الله علبه كبسي. ما احنا شغالين عملي. ثواني طب انا عايز اعرف انا بتكلم على دي ليه. انا دلوقتي لو جبت علبه كبسي يا عم هشام ثواني يا مختار لو انا جبت علبه كبسي اهي سيب كده اهي تمام وملتها كلها معجون كبسي وجيت في الاخر رحت عامل كده اهو كلها المفروض ان هي اجي تاني يوم الاقيها هبطت. ده على كلامك. طب ان شاء الله هنعمل فيديو عامل في الموضوع ده ونسيبه في الوصف بتاع الفيديو. تهبط طبعا نشوف. بس انا متهيألي مش هتهبط. طب المعجونه فيها لمعان؟ هبطت زي ما هي اصلا مش مع ازاي يعني؟ ما هي كده ولا قلبتها؟ لا خلطنا عليها المصلب وقلبناها. هنجيب كوبايه ميه وهنجيب حته معجون كبسي. لا طبعا امال اجيب ايه مش لا طبعا ازاي يعني؟ انت عايز تجيب حته معجونه وتقلبها بدواء وتحطها في علبه تشوفها هتخس ولا لا؟ مش انت قصدك كده؟ لا يا باشا لا ما هو انت لما بتعمل كده هتبقى ما هي هتفضل كميه زي ما هي. ما هي نشفت يا احمد مش انت حته بتفضل معانا بتنشف نفس الكميه هبطك بقى في حته تفضل زي ما هي ما تخسش. تبقى عامل زي الحجر خلاص. اي معجونه كده المفروض لا هي بتخس على القطعه هنا معجنت حته هنا بتخس. خس ازاي ده انت ما حتى طب انا اثبت لي عمل ان هي ولا غلط يا جدعان. اثبت لك عمل ايه؟ الناس كلها اللي شغاله مصر محله بيقول انا ده كلام بسمع لك. هم ليه بيدوك فايبر يا عم؟ صح
هما بيحبوا الضعف ليه بيدوا فايبر؟ لان الشغل بره بايظ. لا 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 يا باشا، بص هو قال لك ايه؟ عشان الشغل بره بايظ. لا طبعا هما بيدوا فايبر، وبعدين مش المفروض يدوا فايبر، يدوا المعجونه اللي هي اللايت اللي هي 370 دولار. هو عمل الفايبر اللي بتاع الكبسه مش معنى مش موجوده هنا. المفروض اصلا الفايبر ليه شغل ولا ليه شغل؟ ماشي انك انت تحط فايبر على مواد مش صح. ايه ماشي المفروض اصلا ليه بقى يا عم هشام؟ عشان اصلا هو الفايبر اصلا بيبقى فيه لمعيه اللي احنا بنقول عليها هنا. احمد مش الفايبر احنا بنقول عليها حته بيبقى فيه لمعيه، يبقى المعجونه بقى لمعيه. زي ده اهو. ايوه وفعلا قبل كده عادي المعجن معجونه على ستوك على فايبر قشري على لازم بقى. لازم يتصنفر، بيعمل حاجه زي ياخد حته حداده عشان يشتغل عليه معجونه عاديه عاديه، لازم يتخرج. وصل لك ليه بقى؟ هم بيحطوها على مشام على المعجونه الثانيه عشان ما يخربشوش بعد كده، يبقى كله يتفاعل مع بعض. لازم تشتغل فايبر يبقى تقلبها على المعجونه العاديه، لكن تشتغل فايبر لوحده وبعد كده تشتغل عليه معجون، كل المعجون الستوك اللي تحت كله ملوش لازمه، كله يتقطع. لو خروشت لازم تصبرها حداد تمشي عليه. يا احمد بره في الورد بيقول طب قول لي على معجون فايبر يا عم هشام. معجون فايبر وممكن بصاروخ ينفع عليه يا عم. قول لي على طريقه عملي نثبت ان المعجون ده بيتخس. طريقه عملي ده عمل احنا اشتغلنا بيه يا احمد وعرفت انه بيخس. العربيه اول ما بتاخد سخن بتتعب في الخس. لو عارف لو بتخس علبه المعجون دي كام كيلو؟ مش بتيجي 2 كيلو ولا 3 كيلو؟ 3 كيلو. المفروض بعد 3 4 شهور بقى العيال بقى العلبه بقت 2 كيلو. لا يا باشا طول ما هي في العلبه يا باشا هي زي ما هي وزنها واحد. احمد عاوز يقارنها وهي في العلبه. ربنا بتخس يعني بتكش؟ لا بتهبط. لا بتهبط يا احمد. طيب ما احنا ده اللي بنقوله اهو. بص يا احمد الهبطان ده. بص يا احمد التيب ده فالكان يعني عدد 2000 جرام. احمد الصنفات ده مهما تصنفر فيه هو بياخد وضع. الثاني مهما تصنفر فيه بيرعش معايا. هو مش تصنفر يا عم هشام. يعني ده المعجونه دي يعني وانا بصنفر كده بالقالب كده. لا يبقى اللي بيصنفر غلط. لا. انت شفت الكلام ده عامل فعلا خسف معاك يا عم هشام؟ يا عم الكبس الشغل طول عمرنا اشتغلنا بيه. انا والله انا بسمع. اول ما بياخد الدخل فعلا اول ما العربيه تطلع تمام 100% اول ما تاخد السخن بتاعها يا باشا تلاقي العربيه كلها عامل كده. يبقى اللي اشتغل فيها استعجل فيها وحط تنارات على المعجون وحط فيلرات وحط بويات ورش فيلر راح هوبا حته الصنفره. لا 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 بس هو فعلا احمد معجون كبس وزمان كان في مشاكل لغايه الوقت. العالم دلوقتي اتطور في اي مواد عم هشام زمان. لا هي نفس العلبه نفس الحاجه. لا 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 عشان انا ما احكمش على حاجه. بص يا عم هشام لكن لما فعلا الشاب زمان كان فعلا في مشاكل بالفعل. انما انا بقالي فتره مش بقالي فتره كبيره قوي. احمد انت بتتكلم عشان انا ما كنتش على حاجه مش عارف. انت بتشتغل بيه دلوقتي؟ انت تحكم على مين؟ يكون واحد شغال بيه كل يوم صح كده؟ ما هو ده اللي بقول لك عليه. انا بقول لك انت عندك شغال بيه كل يوم بيقول لي كده. انا بقول له عندنا علبه معجونه من غير ما يقول لي حتى يا عم هشام بيقول لي ده حط لي المعجونه اللي عندك على دي. طب اساله قول له طب قول له طب انت بتقول انا هجيب لك علبه معجونه من عندنا لو عربيه بص لو ضربت بقى ماشي اشتغل منه على طول يقول لي مستحيل. طب قول له انت بتخف المعجونه بايه كده؟ يعني داير الرفض زي ده لازم يديله هناك عم هشام فاي فاي. مستحيل يبدا يضرب معجونه على طول. يعني داير زي ده انت بتقول لي حاجات عندي بتبقى بايظه؟ مين اللي قال لك كده؟ بس هو في معجون فعلا كل يعني كابتن عامل خدم على كل حاجه معينه. هقول ده حاجه وما هقول ده حاجه. عشان انا كنت شغال يا عم. هم لما لقوهم حتى بيخلطوا المعجون الفايبر على الستوك وبدا يحصل ما يقول لك بيتقطع عملوا لهم معجونه فايبر على الستوك. خلطوا هم الفايبر والستوك بس عملوه بموازنه كده معينه. طب كده لا هم لقوا الناس بتسحب الفايبر ويحطوه عملوا لهم علب جاهزه يا عم هشام. طب المعجون الكبسي عمل كم ده ولا بتاع 7-8 انواع؟ ده وفي معاجين ما بتنزلش مصر بتتصدر دول خارجيه. لا ده حاجه ثانيه. المعجون في عندك مصر اللي هو 350 ده. ده ايه ده 3 كيلو دوت بيتمعجن على الحديد عادي. ده اسمه معجونه حديد. بس انا شغال في الغاليه. وفي معجونه مش اسم كابتن يا عم هشام. وفي معجونه معجنه على الزيت. وفي معجونه الومنيوم. وفي معجونه صاج مجلفن خاصه بالمجلفن.
وفي معجونه خاصه بالفايبر، وفي معجونه اسمها لايت اللي هي الفوم دي زي اذا حاجه زي الفايبر كده، بس حد بيخاف من الفايبر. الكلام ده كله بره في الشارع، انا بلاش اللي موجود هو الشخص واحد، الناس اللي بتشتغل مع بعض مشان العلبه اللي انت عامله، وفي معجون انت تاكله 2 كيلو، وفي معجونه اللي هي بتاعت الاصطدامات المرن اللي هو المعجون بره، وفي انواع معجون ثانيه. يا عم احمد طبيب صناعيه كيف من الكلام ده كله بره؟ هات مش عدة معجون بتدي له عدة معجون، هو بيشوف اصلا الرقم ايه واسمها ايه يعمل شاي، هات عدة كبسي 2 كيلو هات 3 كيلو ويديها له ويمشي يشتغل. محدش يعرف الكلام اللي انت بتقوله ده كله، يعني كل الارقام اللي بتاع المعجون اللي بتقول عليها دي كلها ما جيتش صنايعي بره يعرف يا عم شمس. وفي ناس قلت له رقمها كذا هو كان بيعرف الدعم الفني اللي هو الدعم الفني بتاع كبسي ينزل، ما هو بينزل لا يا عم شمس من التوكيلات بتوع الالوانات يعرف الصنايعي المحلات بتاع البيار محل يا باشا، انت عاوز علبه ب 3 كيلو يا عم هشام، الفنيين يعرفوا المفروض اصلا بتاع البويه اللي بيبيع يا عم هشام علبه معجون، انا رايح اجيب علبه معجون قول لي على فكره في علبه ب 200 جنيه وفي علبه زيها ب 250 جنيه بس دي غير دي وتهم، لكن انا عاوز علبه السكر دي لا علبه السكر يا ابو بتاع شكل كبسي خلي البياع اللي يساله يعني يعرف المنتج بتاعه بيعرفه المنتجه يسوق المنتج البياع يبقى كده بس البياع دوت موجود عن شوف الكبسي اللي بينزل لك خامات كل يوم اللي بيبيع لك الخامه على انا لما كنت اخر مره في الـ في الـ في, الـ في الدوره بتاع الكبسي اللي كانوا عاملينها دي كانت صناعيه كتير جامد، بس هم قالوا صراحه قالوا احنا ما ينفعش نجيب الخامات بتاعتكم دي، قالوا اول حاجه مش موجوده وفعلا في خامات في كبسي كتير مش موجوده في السوق، وتاني حاجه لو موجوده مش هينفع نجيبها للزبائن عندنا. طب ما هو ده انا عامل معجون الالومنيا مش عارف ثمنها كام والمعجون ثمنها كام، لكن الحاجات دي موجوده هي موجوده موجوده بس مش موجوده عند التاجر مش موجوده، ولو موجوده عند التاجر في صناعه قرتل مش هينفع. لا لا مش هينفع البوكس ده كان موجود عند التاجر في صناعه قرتل مش هينفع تشتريه. ليه بقى؟ هيكلف عليه وعربيته، هو واخد العربيه رخيصه مش هينفع مش هينفع معاه. اي انا ما اعرفش بقى التاجر بيبيعه بكام. ده بوكس اقل من الفرن يعني معجون الاكسدامات ده قالوا مش هينفع حد ما بيشتغل ببره قالوا مش هينفع نجيبه قالوا ما ينفعش. اطلعوا ليه؟ هو عشان بياخد شغلانه تعبان بالظبط فعلا بياخد شغلانه حد ما ده انا بقول لك يا هو عشان كده مش حد يعرف كمان بره ياخد بقى كده. علبه السوق معروضه عند التاجر عند التاجر بص عاوز علبه 2 كيلو ادي له 2 علبه 2 كيلو، عاوز علبه 3 كيلو ادي له 3 كيلو، وصل لك كده؟ اه مش عارف العلب اللي جايه انت عارف العلب اللي جايه دي ايه؟ يعني ايه اللي شغاله بالسوق؟ في ناس بتاخد المعجون ال 350 دي ترقعها على العربيه الالومنيا ويرجع يحصل مشكله، مع ان كبسه عامله معجون على الالومنيا معجون ما حدش يعرف ارقام معجون. تمام كده؟ اقول لك على حاجه مش شغال في دي؟ بس انا اي علبه دكسونه هتقابلني هتشتغل بيها وقلب جامد، اي علبه دكسونه مكتوب عليها دكسونه هتشتغل بيها وقلب جامد. كده وصلت كده؟ انا مش شعب بطل. يعني الرقم ده بالنسبه لي ملوش لازمه بالنسبه لي انا، اصل انا جربت المنتج تمام كده؟ يعني ده انقابلني في الشارع هشتغل بيه وانا مضمن. انت كده وصلت؟ ايوه ده هو انت من غير ما انت عارفه انت بتقول ايه؟ في 700 وحاجه 59 وفي 700 وحاجه ثانيه صح؟ ده بتاع مجلفن والثاني بتاع المونيا. لا ده مش شغال كله. ما هو ممكن ينفع مع مش احمد نجد قال لك مين اللي قال لك كده؟ بص يا رجاله عايزين نوضح حاجه برضك مختار بيتكلم فيها، يعني ممكن بيقول ده يشتغل على الالومنيا اي حاجه ماشي، بس لا تبقى حاجه ايه بقى انت اجتهدت فيها الامور ماشيه معاك فيها بس لو رجعنا يعني اللي بنقوله دايما النشره الفنيه، ما انا مختار معلش يعني لازم نقول كده على حاجه نشره فنيه لو اشتغلنا عليها. انا عن نفسي كاحمد لو شفنا في اول الفيديو كنت واخد حته معجون ولا خلطت ريزن ولا مصلب ولا اخدت حته على ده واشتغلت، بس لا انا مسؤوليتي الشخصيه، بس الصح ايه؟ انا قبل ما اشتغل نفتح علبه المعجون كده نحط 2 جرام على الميج، هل انا بجيب ميزان؟ لا انا بحط بالويم عن طريق الخبره كده إيه عرفتها. ايدك انت خلاص إيه عرفتها خلاص. فالحاجات دي انك تجتهد في حاجه موضوع وانك والنشره الفنيه موضوع تاني، فمش عايزين نخلط ده بده. يعني مختار بيقول هو بيشغل على الالومنيا دي حاجه على مسؤوليته الشخصيه هو، لكن المعجونه دي هي نشره فنيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو يشتغل على معادن كتيره منها المجلفن منها الحديد منها بينزل ممكن لو جزء فايبر جلاس او حاجه شغال
طب انا عايز الالومنيا، بنرجع للكود بختار اللي هو ال 740 دي ولا 770 تقريبا، مش فاكر رقم بتاعه، وال 769 بنسبه معينه كده. ليه هي موصفه كده؟ طب هل المعجونه الثانيه ما تنفعش الحاجات الثانيه؟ بنشغل انا شعب بمسك، ممكن امسك المعجون البوليستر الناشف بمعجنه ولو خربوش صغير في الصرام او حاجه عادي يعني، لكن ده على مسؤوليتي. لكن الصح ايه؟ نجيب معجونات الصرامات اللي هي اللي المرن ولا صح. طب ما في المعجون الفيلر ماشي اللي عندنا ايه؟ اللي هو الدي اكس 64 وال 62 والكروماكس ال ان اس اللي هو والسبيس. لا الثاني اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ الزفت الفيلر اللي هو ال ال يا ابني الشيلر، انا بتكلم على الثاني اسمه ايه؟ بنسى اسمه. ال 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 الايبوكسي. اللي هنا ضعيف، في نوعين ايبوكسي تعرف كم؟ في شركة ايه؟ أنا بوكس الديكسون ولا الكابسي ولا الكروماكس ولا دي ولا دي ولا دي؟ امال اني في حاجه ثانيه شفت العلبه الصفراء اسمها ايه؟ فيلر ولا ايبوكسي؟ لا 880 جوالين صار. جوالين صار كبيره. ده بتاع ايه ده بقى؟ على ايه شفت الوش برايمر الصفراء؟ ده بتاع شركه ايه ده اصلا؟ انت عايز تقول ايه؟ مش فاهم برضه. موتن حاجه زي كده. جوتين. ماله ده؟ ده في ايبوكسي يجي في جوالين صفيح كده بتحط الخامه المصلب بتاعها عامل زي العسل كتير جدا. ده ممكن يكون من الكيمياء بتاعته، المواد اللي بتصنع منها. تمام كده. ده حاجه وده حاجه. دي بقى ضد الميه، ممكن اشترك حديده زي كده ومالك الميه. ممكن نفسي انا في مواد زي دي. عارف ليه؟ في ناس بتسالني على شفت الخزانات بتاعت الميه، الناس عايزه تريد خزانات الميه من جوه، مش عارفه ايه الدهن المناسب اللي ينفع. قلت لهم ما اعرفش بصراحه. ده انا مواد بعملها. طب ايه بقى؟ هي هتكون نفس المواد اللي بيدين فيها السفن والبحار والحاجات دي. امال ايه بقى؟ شفت الماده اللي بتلحم الفايبر؟ تمام؟ دي بجيبها. الماده دي. وبجيب زنك، عارف زنك؟ وسبيداك. وبودرة تلج. تمام؟ بودرة تلج، انا اعرف ان بودرة التلج دي بتخش في دهانات السيارات او المعادن. لا مش دهانات السيارات، النشات بتاعت البحر. الحاجات دي كلها ما بتخش. بودرة التلج بتاع الاطفال. ايه؟ بودرة التلج بتاع الاطفال. لا في شكاير منها. في شكاير منها زي كل زي اي حاجة. دي كنت بخلطها في جردل وبسيبها لتاني يوم تخمر. وما بتيجي تدهنها بفضي مثلا في علبه السك زي دي واملاها، بحط عليها حاجه اسمها ماده اسمها بروكسايد. ماده سائله كده، بس النقطتين منها تخلي الايه؟ تخلي العلبه دي كلها تنشف لمده نص ساعه. ايوه صح. بس دي وبعدين هو يبقى ناعم. ده بقى ضد الميه. طب لو عايزين نجيب الحاجات دي جايه من وقتها والله ضد الميه. يعني انت لو معاك خزان فايبر حتى لو فايبر يعني بلاستيك. بتاع الميه. يعني خزانات الفايبر الحديد كل الحاجات دي. بلستر، تجيب بلستر الماركه اللي انا بقول لك السائله دي. ما انا قاعد اقول لك اسامي انت مش تعرفها. ايوه انا اسامي اللي مستغربها برضه. بلستر السائل اللي بيدي الفايبر بيعمل فايبر كلاس. ده اسمه بلستر ماشي. هتجيب منه حسب شغلتها، هتجيب ان ايه احدد لك مثلا اقول لك حاجه كيلو 2 كيلو ده كيلو. وهتجيب بقى الزنك والسبيداك ماشي. وصلك الحاجات دي؟ عايزين نعمل لها فيديو لوحدها. ده بس الحاجات دي بتشتغل فيها. ما في ناس فعلا. لا في بلاء في التعليقات، في ناس بتقول عايزه تدهن حاجات ضد الميه. هي الدهانات اللي انت بتقول عليها دي بقى. الميه بقى اقول له في حاجه اسمها بنجارد عامل زي الايبوكسي بس اشاب. ده سحم الميه. الاملاح بتاع الميه دي ما تعملش فيه حاجه. بس ما بيثبتش. يعني الكيلو بتاعه ماشي في الزيت التاني اسمه ايه؟ في الفيلر او في اي حاجه ثانيه
الفيلر ممكن يفرد لك جنب النص كيلو. اه. البنجر يفرد لك قطعتين. اقل. الفرد اقل بكتير. اه. الفرد يعني مثلا بتاخد نص كيلو عم ونص كيلو عم. ده يفرد لك جنب ونص كيلو دوت يعمل لك قطعتين بس. لا ده احنا عايزين نعمل اخ موضوع عشان ده موضوع تاني ده. اه والله ده عايز موضوع تاني فعلا. ما هو انت ان شاء الله هتسالني في الحاجات دي فين. انا شغال 12 سنه ان شاء الله نعمل معاك فيديو هنسيبه في الوصف بتاع الفيديو ده. بدل ما اشتغل في السيارات وانا في المدرسه انا شغال 12 سنه اللي هو الحاجات الدهانات دي الانشاد بتاعه البحر 12 سنه اما ما فيش مجال عربيات. اه احمد يعني انا اعرف كل حاجه عن المنش. حلو. اه وبالدين ايه والخامات ايه وكل حاجه. طب عايزين نعمل معاك فيديو على اليوتيوب بخصوص الموضوع ده. على ايه؟ على الدهانات دي. عايز ابقى وانت قاعد في البيت كده وقت ما تفضل ترن عليا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانت قاعد في البيت ترن عليا نعمل معاك لقاء على الموضوع ده. تعرفنا بقى الحاجات دي لو عايزين ندينها وندينها منين ونجيبها منين وكده. كل حاجه موجوده. حلو. عاوز تجيب تجيب منين؟ عاوز تجيب حاجات تجربها. على بركه الله. على بركه الله كده. يعني عاوز تجيب لك حاجات تعمل على الطبيعه اجيبها. اه ايوه على بركه الله. ماشي يا صاحبي. عاوز البنجارد دوت. اه بترش على الصاجر خام خمره. انت جبت خمره من دي خام مش من جرد. يمسك وما فيش منه و... حلو. لو رميته في البحر ما يحصلش حاجه. حلو ده. في حاجه اسمها ارتوب. ده انت عايز قصه مختار. اه هي المنش من تحت بيرض الماء طول عمره. اه في حاجه اسمها بتدين اسمها ارتوب. تيجي بجوالين كده بتدين بالرولة صغيره بتدين بالرولة كده. اه ده ما فيش ميه. ده الميه الحاجات اللي هي في البحر دي ما تمسكش بيها. طب عندك فكره عن الدهانات اللي بتدهن بقى تحت البحر دي؟ يعني بشوفهم تحت البحر كده بيجيبوا فرشه ويقعدوا يدهنوا في المواسير تحت الميه كده. تحت الميه؟ اه انا اعرف الخامات اللي بيدهن لك. حلو حلو ده عسل قوي. تنزل الميه. تمام. فاهمني؟ وفي حاجه اسمها كوب. مويه بلونها اي لون انا عاوزه على ايدي. اه جسم المركب كلها الابيض اللي بره ده ما بيأثرش في الميه. جدا. حلو. يعني انت لو دهنت لانش جنبه بويه فورم زي كده يحصل فيه. طيب بالنسبه دلوقتي الموضوع بتاع المعجون وكده تحب تتكلم في حاجه ولا نكمل الفيديو ده؟ ده خلاص بقى المعجون موضوع تقليبه ده. يعني كده تعمل لنا حاجه واحده في واحد ان هو يتقلب. اه ان الماده بتاعته تبقى عاليه. عاليه؟ يعني ايه عاليه؟ يعني علبة المعجون اخيرا تبقى مع عاليه. ايوه كتير يعني بغطيها بتبقى اقل بكام بقى علبة المعجون. بقت الوش بتاعها متقاص كده بس لا مقلب. ايوه تمام فهمت. طيب وصل لك كده؟ ايوه افضل سايبه واشتغل. بس انت ما بتشتغلش من ما هي لو ما عليهاش من جنب العلبه تقعد تسحب لا قدر العلبه تطلع. اشتغل في الماده. ايوه العلب الكبسي بقى في الماده بتاعتها دي في علب كده مظبوطه الماده بتاعتها ما تشيلش على وش. في علب تفتحها لا الله اكبر تملى شويه كده في الباب. يعني لا قلبها. انما لو جاي على القد سيبها. ايوه انا بعمل كده برضه صح. ايوه لكن بقى ايه في علبه جايز ما فيهاش ماده تقول له ارجعها للعميل. لا لو ما فيهاش ماده والعلبه نفسها ناشفه. في ناس بتعمل تغرب تلاقي ما فيهاش الماده دي وناشفه في نفس الوقت. لا مستحيل تبقى ناشفه. مش ناشفه ان هي اسمنت يعني ما ينفعش انه يشتغل بيها. جامده تيجي تقلب جامده. في ناس طبيعتها ان هي ما بتعرفش تشرح حتى المعجونه دي. شفت علبتي كده؟ في ناس عايزه المعجونه ميه فعلا. يعني في ناس طبيعتها اصلا ما بتعرفش تشتغل بعلبتي كده اخرج منها واشتغل. في ناس اصلا عيبها تجيب العلبه تقلبها وتحط عليها تمر وتخف وتقعد تقفل بقى في وشين خفيفي 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 تقعد تدب ايه شباب حبيبك حبيبك. ايوه هو ايوه اتعود على كده. فاهمني؟ ما يعرفش يشتغل كده. انا ما اعرفش اشتغل ولا كده. ايوه صح. والعلبه سايله كلها زي بتاعتك كده ما اعرفش اشتغل بيها. ايوه ميه. يعني انت قلبتها اهي بقت خفيفه جدا بايدي.
انا لو حته بايظه هنا احنا ما اعرفش اما عجينه بقى دي اه يا حاج الوقت اللي بتاع بعض ايه ماشي لو ضربت خلاص السكينه فيها سايله كده انا لو في حته بايظه دلوقتي اهي 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 مش عارفه معجنه معجونه دي عايزه عايزه دي عايزه حته تترمي عليها عايزه قطعه من العلبه ها ايوه قلت لك كده يعني تقلبها كده يا احمد انا اعملها في حاله واحده لما تكون ايه انا معجنت تمام ظبطت الدنيا وقعدت شلت لنا اقلب المعجون وانت بتقول ده عامل كده تمام لكن كده اقلبها كده وابدا في عربيه زي كده كلها فيها شغل زي كده مثلا لا طبعا عرفش. ولا هملا اي حاجه وهبوظ الدنيا تمام واللي عنده اي اضافه اي استفسار يسيف التعليقات يا رجاله معلش بقى لو الفيديو طول شويه بس عشان كان فيه تفاصيل كتيره يعني نزلتها كده في السكينه وانت بتاخدها ونزلتها في خطابه الكبس هتلاقي الكبس زي ما تكون انت بص كانك عاوز بص تمسك السكينه كده في الاثنين تنزلها كده تمام على بركه الله هي دي بقى ستها جدا خامه المعجونه بتاع الخامه المادات اللي محطوطه على المعجونه دي بلاش حاجه الخامه اللي محطوطه على الكبس ضعيفه ضعيفه ليه بقى؟ انت بتقول ايه؟ لو انا رميت العلبه دي الزيت ممكن يبان على الوش التاني. ايوه بيحصل ايوه بيحصل معايا فعلا. الثانيه عوض عليك ربنا ممكن معاك بقى ثاني يوم. ثاني يوم ها؟ عشان تبقى عشان تستعد لكبسي لازم تبقى عجينه في نفس الساعتين اللي شغال فيها. يا اسطى طب سيبها ثاني يوم هات يا ابني جبت من الثانيه عشان نخف المعجونه من المتنجل. حلوين بصراحه اي معجونه ثانيه المعجونه دي يا رجاله المعجونه دي يا رجاله احسن معجونه فيك يا مصر لا انا عايز اي معجونه ثانيه او لا انا عايز حاجه ثانيه يا محمد لا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته